ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ احنا طالعين ولا هنصور تحدي زي ما معودينكم ولا اي حاجة. انا النهاردة طالعة اتكلم عن غادة واوكراني. ناس كتير ما تعرفش ان غادة انا وهي اصدقاء، يمكن عشان ما بطلعش معاها فيديوهات في القناة عندها، بس هي بتطلع معايا وانا وهي اصحاب. فانا شفت الفيديو اللي هي نزلته وانا شايفة ان في ناس كتير عمالة تتكلم وتقول ده فيك، وناس عمالة تنتقد وناس عمالة تتكلم. فانا النهاردة طلعت اتكلم عشان اقول لكم ان غادة لا بتعمل حوار فيك ولا اي حاجة. فعلا الموضوع بجد، الموضوع بجد يا جماعة. غادة حرفيا منهارة، وانا بعد الفيديو ده انا يعني انا اتخضيت. كلمتها لقيتها منهاره في العياط، يا بنتي طب اهدي يا حبيبتي، طب اصبري، طب اسمعي. قالت لي يا نسمه اسمع ايه؟ وبدات لقيتها تبعت لي على الواتس الشات اللي هو كان بينه هو والبنت ديت. فهو الموضوع يعني انا شفته هو بجد، يعني مش عارفه هو ليه، يعني هو ليه عمل كده. وحاولنا نكلمه، هو قافل التليفون من الصبح ومش عارفين نوصل له عشان حتى نسمع منه. بس يعني انا مش محلله اللي هو عمله ان هو ده صح. بس لما برضه نسمعه لسه ما كلمناش اوكرانيا. انا بس هو غلط برضه اللي هو عمله بجد النظر. انا هكلمه يا جماعه، على فكره مش كده بابا، الفكره لازم نكلم شخص تمام. وانت لازم تسمع. بس انا لما شفت الشات هو ملوش اي مبرر في اللي هو عمله. يعني هي عملت ايه؟ يعني هي لسه حتى انا معاكي، انا بس ما كانش شهرين ثلاثه متجوزين. انا معاك بس بتكلم في نقطه ثانيه دلوقتي. انت احنا مش طالعين عشان نقول ان مين غلطان ومش غلطان، لا مش على غلط، بس على يعني هو ليه عمل كده؟ يعني غدا، يعني غدا انا ما بعرفهاش من كتير وكده، بس يعني غدا حد جميل. انت سمعتي او شفتي الشات او سمعتي غدا؟ بس احنا ما سمعناش اوكرانيا، في فرق ماشي. بس ان هو قافل تليفونه برضو دي غلط. لا سهله دي انا عارف اوصل له، بس الفكره كلها احنا طالعين عشان حاجه واحده بس. نمره الناس بتتكلم وبتقول الناس دي فيك او الناس دي لا، كل واحد بقى طالع بفيديو. لا يا جماعه الموضوع ده بجد، كل واحد عمال بيقول وبيعيد وعمال يهري في الموضوع. لا الموضوع بجد المره دي فعلا بجد، وربنا يعني يسهل. انتوا مش يعني انتوا بتعرفوا اللي احنا عايزين نعرفه لكم على الكاميرا، لكن انتوا ما تعرفوش ايه اللي بيبقى ورا الكاميرا دي، ايه وايه المشاكل. مش كل حاجه يا جماعه فيك، وكل شويه مقالب وشويه مش عارفه. لا 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 برضه في كومنت شفته انتوا من كتر المقالب اللي بتعملوها بيتكم بتتخرب. لا 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 مش كده والله. ما تعرفيش ايه اللي ورا الكاميرا، او احنا بنعمل ايه، او انت عايشه، انت مش عايشه معانا عشان تقولي كده. انت يعني مش فاهمه. فانا مش عارفه الناس اللي بتتكلم وبتنتقد ديت. انا طالعه الفيديو ده النهارده وبتكلم متهيألي يعني. بصوا حتى عشان بس رد على يعني الناس اللي هي عماله، عشان ما بتعرف انتوا مش عارفين يعني اوكراني وغادة. فاحنا بنتكلم احنا اكتر ناس نعرفهم، فبنتكلم على هذا المنطلق. يعني ان الناس دي الموضوع فعلا بجد، الموضوع فعلا بجد. واللي بيحب اوكراني او بيحب غادة عشان بيتهم فعلا ما يتخربش، يعني يا ريت مش نديهم طاقه سلبيه، لا بجد ادعوا لهم ان هم يرجعوا لبعض. فالناس لسه متجوزه بقالها 3 شهور. الموضوع بجد، لو فعلا لو الموضوع اللي احنا شايفينه شات والكلام ده اللي انا شفته، الموضوع ده فعلا لو بجد الموضوع هيبقى صعب بالنسبه حتى احنا عشان اصحابه بنعرف ان احنا رجعنا. الموضوع ده كان في الاهل. يا الشات الموضوع كبير نفسيا. انت عارف لو ما فيش شات كان الموضوع يعدي، بس هنحاول على قد ما نقدر نحاول نلم الموضوع، عشان يعني لعل وعسى ان احنا نقدر ان احنا نلم الموضوع. فان شاء الله خير، وهنحاول نوصل لاوكراني نوصل له نتكلم معاه ونشوف الدنيا فيه. يا ريت الكومنتات السلبيه بتاعتكم دي يعني، يعني عشان برضو اللي بيحب غدا يقول لها كلمه يعني حلوه. يعني الكومنت حلو، بلاش السلبيه ديت. وكمان اللي بيحب اوكراني نفس القصه برضو، ومش كل واحد يقعد بقى يقول يطلع بفيديو ملوش لازمه يا جماعه. الكلام ملوش لازمه. بس حبينا نقول لكم قصة، وان شاء الله تشوفونا في حاجة تانية تكون افضل. وان شاء الله وانا برضو هرجع وهتواصل معاها، ولو في حاجة برضو في جديدة هنقول اي حاجة جديدة هنقدر نقولها. هنحاول نتواصل برضو باوكراني وهنشوف يعني ممكن نكلمه، ولو كلمناه وعرفنا نوصله هنعمل لكم فيديو وهنكلمه قدامكم برضو عشان برضو ايه الناس تسمع الحقيقة عشان الحياه فين. الحقيقة يعني فين؟ انا ما بحبش الهري، ما بحبش فلان قال وفلان عاد. لا احنا كده على طول يعني كده نتكلم، بلاش بقى كل واحد بقى عايز يطلع يعمل له فيديو هوب ينط مره واحده.
لا لا احنا هنجيب الشخص احنا شايفين الموضوع لسه قدام الناس لا لا غير كده الفيديو لسه نازل هي منزلاه الناس نازله بتتريق على ايه؟ لا فعلا الناس بقى لها 3 شهور متجوزين لسه عروسين جداد ان يحصل معاهم اللي حصل ده يعني اذا كان بجد او اذا حصل سوء تفاهم ما بين جادة وبين اوكراني ان هو في شات فعلا موجود عنده هل هو بتاعه او مش بتاعه لسه ما حدش عارف الكلام ده لسه لما نوصل للاشخاص ذات نفسهم وهي ممكن يكون مختلط على الامر احنا اول ما نعرف نوصل لاوكراني احنا هنعمل فيديو وان شاء الله هكلمكم قدامه يعني هكلم يعني هيبقى المكالمه قدامكم انت عارف زي ما انتم عارفين ان انا بحب اتكلم حتى قدام الكاميرا باذن الله هيبقى قدامكم هكلمكم عشان انا بجد حرفيا يعني الواحد تعبان ومش قادر فعلا الموضوع يعني موضوع صعب انا زعلانه علشانها قوي فاحنا ان شاء الله نعمل الفيديو ده واحنا بنكلم ان شاء الله اوكراني ونشوفكم بقى على خير باي باي مع السلامه